بيطلع عليكم يوميا ومثل العادة. ولا أنسى حطكم بتهمنا، رح نقدم لكم الأجوبة الشافية لكل تساؤلاتكم. أما هلأ بنبقى مع آخر الأخبار الطبية. أشارت دراسة حديثة إلى أن الأدوية الخافضة للكوليسترول أو قد تؤثر بالسلوك العدواني عند الإنسان، حيث بتزيد أو بتقلل من حدة انفعالاته وميوله نحو العنف. أشارت دراسة حديثة إلى أنه خطر الألعاب النارية بيتعدى إصابة العينين واليدين، حيث يمكن أنه تأثر على الرئتين. دراسة حديثة أكدت إلى أنه بكتيريا الإمعاء قد تكون السبب بالسلوك السيء عند الأطفال بالعام الثاني من العمر. مشاهدينا، إذا كان عندكم أي سؤال نحن موجودين لنجاوب على كل أسئلتكم. تواصلوا معنا من خلال الأرقام اللي عم تظهر قدامكم بأسفل الشاشة، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال الواتساب على الرقم اللي كمان عم تشوفوه قدامكم. أما هلأ خلينا نتعرف سوا مين هن ضيوفنا لهالحلقة. موضوع حلقتنا هو عمليات التنظير. سوف نستضيف في الاستوديو دكتور رنا حداد، اختصاصية في الجهاز الهضمي الكبد والتنظير، ماجدالينا رومية يمين، اختصاصية تغذية، وطلال فرغل، مدرب رياضي. مشاهدينا، برجع بذكركم فيكم تتواصلوا معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو تتصلوا فينا على الأرقام اللي ظهر قدامكم بأسفل الشاشة، أو من خلال رقم الواتساب. أنا بدي رحب اليوم مع بالاستوديو بالدكتور رنا حداد. أهلا وسهلا فيك يا دكتور، ورمضان كريم. شكرا لك لكل المشاهدين. دكتور، سبق وحكينا عن التنظير، وأكيد في كتير معلومات بعد بتهم المشاهدين حنحكي عنها اليوم، بس قبل خلينا نتذكر بشكل سريع كيف تطورت وسائل تشخيص أمراض المعدة. هلا المعدة، في عندك إذا بدك تشوفي من برا المعدة، الغشاء، الكبد، المصران، كله كنا نعمل أكثر شيء صورة صوتية. نعم، يعني المريض وعم يوجعوا بطنه صورة صوتية إيكو منشوف شو به. بعدين طورنا صرنا سكانر، يعني منروح بالسكانر بنعمل له صورة، بنقشع تفاصيل أكثر، صرنا بنشوف البنكرياس، بنشوف تفاصيل الكبد، تفاصيل المعدة إذا الغشاء تبعها متضخم. نعم، هو اللي بالسكانر. رحنا بعدين على الصورة المغناطيسية الـ ERM، صرت تساعدنا إذا عنا كياس صغار على المعدة أو على البنكرياس، كمان صرنا نشوفهم أحسن. أوكي. وأهم شيء لتفوتي وتشوفي من جوا المعدة أو المصران هو النادور. نعم. بالنادور كمان تطورنا، يعني عنا الجاسكوسكوبية العادية، نادور من التم بينزل بيشوف كل المريء وبيوصل على المعدة، بيقشع المعدة وبيروح حتى بيشوف أول الديودينوم. يعني هو أوضح شيء فينا نقول. هو أوضح شيء، إيه، لأنه بشوف كل التفاصيل تبع الباغوا من جوا، يعني كل المعدة من جوا بشوف غشائها، إذا عندي تلول صغيرة بقشع، إذا عندي محل صغير عم بينزف بنشوفه، إذا في احمرار بتشوفيه، يعني هذا كتير كل شيء تفاصيل للمعدة من جوا. هلا أكيد إذا بتشوفي شيء من برا، يعني في شيء ضاغط على المعدة، ما فيك تشوفيه بالأندوسكوبي بالجاسترو، ساعتها بتقشعي بالسكانر او بغير صور. نعم. طب يعتبر التنظير هو يعني احدث التقنيات الموجوده؟ نعم، لانه هو عم يعني بتفوتي مثل قصر صغير، عم بفوت مع في كاميرا بوجهه، عم بياخذ صور لكل المجرى، انت عم تفوتي عم بتشوفيه بس بشاشه مثل ما بيطلع على المشاهد على التلفزيون. أوكي. نحن بنكون عم نقشع على التلفزيون، وبذات الوقت عم نفوت النادور، عم ناخذ صور لكل المجرى اللي عم نشوفهم، كل المريء او المعده. أكيد هو كتير متطور، في عنا بعد غير فحوصات متطورة كمان بالأندوسكوبية، يعني عندي وقتها بيكون في بحث بمجرى الكبد نعم شيء اسمه ERCP، منفوت غير نوع نادور، مننزل على الاثني عشر، ومن الاثني عشر منطلع منحط مثل دواء بلوين، منقشع كل مجرى الكبد، وحتى فينا إذا في بحثة نشيله. بزيد الشيء بالنادور، فيك شو الحلو في النادور، مش بس تقشعي، فيك تعملي، يعني إذا عندك نزيف فيك تحطي مثل كليب سكري طلعت النزيف، اذا عندك حيلا جرح فيك تشتغلي، يعني نحن بنسميه دياجنوستيك اي ثيرابوتيك. نعم، يعني بشخص وفي يعالج. طب باي حال بيلجا له الطبيب؟ في عنا كثير، اكيد دائما بنفضل نعطي المريض علاج ادويه، لانه ما بدنا دغري نروح على النادور. نعم. تبري مريض جاي بعده شاب صغير عمره تحت ال 45 سنه، في اوجاع خفيفه او في شويه حموضه، وبنعطيه علاج. نعم. بقي اعطيتي العلاج اعتبري شهرين وما تحسن ابدا المريض، هون دغري لازم تعملي نادور. هيدا واحد من الاسباب. ثاني سبب، اذا مريض عمره فوق ال 50 سنه عنده مشاكل عائليه، لا سمح الله سرطان بالمعده او مصران، دغري بنروح على النادور.
بعدين غير اسباب، اذا عندك حموضه عم تضلها باقيه كمان هو ضروري تعملي ناضور، اذا عندك فقر دم والمريض منه منيح واوقات حتى بيقول لك بتف دم يعني بتلع نفسه بيراجع وبكون فيهم دم، هون دغري ضروري تروحي ناضور. يعني فينا اوقات ننطر وقت نحس المريض حالته مش خطره، يعني اعتبري لا سمح الله انت جاي لعندي عندك حموضه او حرقه ما راح اقول لك اعملي ناضور. اذا ضلت الحار متكرره وما عم تاخذي وزن، عم تفقدي وزن، في اسهال، في اوجاع قويه، في العيان، في استفراغ، لا هون بنروح على الناضور بنشوف، حتى اذا ما لقينا شيء بناخذ خزع لنطمن 100% ما في شيء. طيب شو الفرق بيكون بينه وبين الصوره الشعاعيه؟ انه هون عم بتشوفي كل شيء من جوا، الصورة الشعاعية من برا ما في يشوف شو عم بيصير جوات المعدة، في يشوفها من برا، بس من جوا عم بقشع، اوقات كثير بكون عندنا توالية الصغار بتفوتي بتشيليهم، إذا عندك حرقة على طول بنفوت بناخد خزعة، ما في ياخد خزعة بالصورة، بياخد خزعة، في عندنا كثير أوقات شيء اسمه اتش بايلوري، يعني بتكون بكتيريا موجودة بالمعدة بتعمل كثير أوجاع. كثير من اللبنانيين بيعتبروا وجع معدة ماشي من التعصيب، إذا بتتركي هالبكتيريا على المدى الطويل فيها تتحول لخلايا وتعطي سرطان، مشان ضرورة وجع بقي أعطيتي علاج وما تحسن بتفتشي على هالبكتيريا. هلا فينا نفتش عليها كمان بغير طرق، في عنا فحص النفس، في عنا فحص الدم، حسب بنقرر حسب حالة المريض. أوكي. خطرة نادور دغري، تنطر وبعده صغير بالعمر بنروح على الادويه وعلى العلاجات والفحوصات الدم. نعم. طيب دكتوره انا في كثير اشخاص بيعملوا نادور كذا مره بالسنه، هل هذا الشيء بشكل خطوره وقد ايه لازم بحق له يعمل نادور خلال السنه؟ هلا ما في لازم، هو النادور بحد ذاته منه خطير، هلا اكيد باقل من 1% اوقات عندك النزيف، عندك البرفوريشن، بتصير باقل من 1% اذا ديجا المريض عنده مصران ملتهب، مصران كبير بالعمر المريض، عنده مشاكل صحية، كل هول بتأثر، بس أنه قديه لازم فيك تعمله، يعني مش الأشعة النادور الجاسترو أو الكلو ما فيها أشعة، ما عم بيتضايق المريض، ما عم بيتأثر. بس وين المشكلة بالبنج؟ أنه إذا أنا كل يوم بدي أعطي بنج لمريض وأعمل له كل يوم نادور، لا البنج رح يضره كترته. نعم. بس بلا بنج ايه بدك تعملي نادور فيك كل يوم. على كل حال بموضوع البنج حنحكي عنه خلال الحلقه ونفوت بادق تفاصيله. بس لاي مدى بتوصل الدقه؟ دقه بتوصل يعني بدنا نقول ل 99% لانه عم نشوف كل شيء، بس اذا كان المريض فتنا ما لقينا شيء وبعده عم بيراجع وبعد عنده مشاكل، هو بنروح على الصور ان كان السكانر او الار ام لنشوف اذا في شيء من برا وما شفناه بعيننا وقتها فتنا. نعم. طيب دكتور في اشخاص او حالات معينه بتجنبوهم تنظير؟ حسب، هلا اوقات التنظير يعني مثل تنظير الجاستروسكوبي من التم منه عايز على طول بنج، فينا بس نحط له دواء موضعي، بنج موضعي بالتم، اوكي بنقدر نعمل نادور. سو منه كل المرضى فينا نعمل لهم، هلا اكيد المرضى عندهم سيروز يعني تشمع بالكبد، بنفضل اذا بنعطي دواء ما نعطي دواء كثير، يعني بنعطي 1 ملي جرام محل ما نعطي 5، أوكي. لانه اذا فات على جسمه رح يتاخر ليدهروا الكبد، سو يعني هون مش ممنوع بس ننتبه. اوكي. هلا النادور من تحت يعني من باب البدن كولونوسكوبي، في مرضى يعني بيكون عندهم اكيوت يعني هلا عندهم التهاب حاد للمصران، نعم بالاول ممنوع تعملي لهم نادور، بتنطري شوي بتراقب الحاله، اول ما يصيروا احسن بتفوتي. ليه؟ لانه اذا في التهابات خطره وقويه نحن بنفوت بالنادور بنحط هواء، هالهواء ممكن يخزق المصران ويفقع، بتفوتي دغري ساعتها عمليه اذا لا سمح الله صارت. نعم. بس النادور دخول المستشفى بيكون لساعات قليله، يعني 100% قادر الشخص يفوت يعمل نادور ويظهر. سؤال كثير مهم، بس المريض اذا عم بيعمل نادور من التم منه عايز تحضير ولا شيء، بيجي اعتبري على بكره على الريق منه شارب ولا اكل، على الساعه 8 9 بتعمل النادور، المعده بده 10 دقائق، 10 دقائق بتعمل النادور، بيقعد بالسالدو هيفاي يعني اوضه الانعاش بس ليوعى شوي مزبوط، ساعه بيكون ببيته ما في مشكل، اكيد احسن يكون معه كمان حدا موصله اكيد لما يكون شوي مدودخ. هلا النادور المصران اطول شوي، بنفوت نص ساعه بيوعى، بعد ساعه معقول يوعى شوي ممغوص، ننصحهم انه يهووا اذا في غازات يضهرون، ساعتين بيكون بالبيت. نعم. يعني ما فيها دخول مستشفى، ما في ضروره ابدا. نعم. طيب الى جانب كشف النادور لامراض المعده، هل هو كمان وسيله لكشف اي امراض بالكولون؟ 100% يعني مثل الجاستروسكوبي النادور من التم تقشع كل شيء بالمعده وبالمصران الرفيع اوله. نعم. يعني عم نحكي جاستريت يعني التهاب بالمعده، عم نحكي في عنا بكتيريا، عم نحكي في عنا دوالي بالمريء بنسميهم فاغيس اوزوفاجيان يلي عندهم مشاكل بالكبد. اوكي. كل هول بالنادور من فوق، نادور من تحت بيساعدك لتلاقي، اذا ما في شيء بنكون عم نحكي المصران الغليظ، يعني بكون كل شيء ستريس
بيضغط على اعصاب المصران وبصير المريض موجوع او ممغوص. نعم. وفي عنا الالتهابات المزمنه، يعني هون عم بحكي كرون ريكتوكولايتس، وفي عنا التوليل الصغار البوليبس كمان بنشوفهم وبنشيلهم، وفي عنا لا سمح الله السرطان، كل هول بنشوفهم بالناضور. نعم. طيب في انواع من تنظير المعده وتنظير الكولون؟ لا عنديك بس الجاستروسكوبي المعده، كولونوسكوبي من تحت. نعم. هلا عنا غير انواع مثل المصران الرفيع ما بنشوفه، كيف بتشوفيه بالكبسول؟ بنبلع المريض مثل حبه بتكون فيها كمان كاميرا بتنزل بتصور كل المصران الرفيع، بتاخذ صور له، هيدي غير تقنيه. في عنا الانتيروسكوبي كمان بينزل بشوف كل المصران الرفيع. نعم. طيب العلاج كمان بس بيعتمد على نتيجه الندور اللي بتطلع؟ 100% حسب شو بنلاقي بنعالج. اوقات اول ما بنفوت لقينا تلوله بوليب صغيره بنشيلها دغري. نعم. علاجك حسب، اذا فتنا ما لقينا شيء والمريض ممغوص بيجعوا بطنه منفوخ مره مش رجال، هون بنعطيها. نعم. علاج بنسميه سيمبتوماتيك، يعني بنقول ما عندك شيء مدام منطمنك هلا فينا نعطيك ادويه بس للمغص وللوجع. نعم. طب في عمليات كمان بتصير خاصه بتكون بالمعده والكولون بيتم اجراءها من خلال النادور؟ نعم، في عمليات وفي هلا كمان عمليات عم نحكي فيها بنسميها مثل الاندو بارير، مثل البوتوكس بالمعده، كل هول بتعمليهم بالنادور بتفوتي، وفيك نعم. تحطي ان كان بوتوكس للمرضى يلي بياكلوا كثير ليصيروا ياكلوا اقل، او اندو بارير بتعملي كانه عمليه تصغير معده بس بالنادور بتفوتي بتحطي مثل غشاء على المصران الرفيع، ببطل هالاكل اللي عم بفوت يضرب دغري بالاثني عشر بينزل دغري لتحت. نعم. ساعتها بصير المريض يضعف. يعني وهذا الشيء كمان بيكون اقل تعب على المريض 100% يعمل نادور 100% بدل العمليه. برافو عليكي. طب في اخطاء بتحذروا منها؟ بنحذر منها لا، بس في اخطاء، يعني ضروري نعرف بلبنان اوقات بنضيع بين كومبليكيشن وغلطه حكيم. كل عم تعملي جاف في خطر، نعم في خطر مثل ما قلت لك، اذا التهاب اذا مصران اوريدي ملتهب رفيع مجروح في خطر وقت حطي هواء يخزق، هون بنروح دغري على العمليه. نعم. في خطر بس هالخطر موجود بأقل من 1% من الحالات. طيب دكتوره بيقدر المريض يعمل تنظير اكثر من مره خلال فتره قصيره؟ بيقدر بس ما بننصح، يعني ليتغير يلي موجود بالمعده او بالمصران بده وقت، يعني اعتبري هلا عملت لك نادور اوكي رحتي بعدك موجوعه، ما راح ادلك اياه بعد شهر او شهرين، ما بعدلك اياه قبل سنتين ثلاثه اذا ما في شيء. بينما اذا كان عندك التهاب مزمن بالمصران، هون عملتي هلا بلشتي دواء شفت عندك التهاب، بعدلك النادور بعد ثلاثة اشهر لشوف هل الدواء نفع ولا لا. يعني مينيموم بده يكون ثلاثة اشهر، ما بتنصحوا اقل من ثلاثة اشهر بين نادور ونادور؟ ابدا، حتى بننصح اكثر، يعني اعتبري على ال 50 سنه نحن بننصح كل شخص ان كان رجل او امراه لازم يعملوا نادور من التم ومن باب البدن. نعم. لنتجنب سرطان المصارين والمعده. هالمريض اذا عمل النادور وما في شيء بننصحه بعد 10 سنين يعيده، ب 10 سنين مش عايز. إذا فتت ولقيت تلولة صغيرة وشلتها وبعدتها على الزرع وطلعت بداية مرض خبيث، هون بعد له النادور بصير قرب، بس ما بقرب أكثر من سنة أو سنتين. نعم. يعني غلط إذا مريض بنط من حكيم لحكيم كل واحد بيعمل له نادور، ما إلها معنى. وبس تعملوا النادور الثاني بتعتمدوا كمان على النتيجة السابقة؟ حسب، إذا التهابات مزمنة كرون ريكتوكولايتس نعم، لنشوف قد تطور المريض، خاصة إذا أعطيته علاج، يعني أوكي. كان مصرانه كثير تعبان أعطيتيه علاج، بتشوف قد عم تحسن لتعرفي شو بتغيري بعلاجك. نعم. هون بيفيد. طيب عادة المريض من شو ممكن يتضايق؟ من وراء التنظير أو لا؟ النادور. من وراء يعني التنظير. في شيء بيضايقه بالنادور؟ هو وعم بيعمل النادور لا، لأنه بكون نايم، يعني بالنادور تبع التم قلت لك في يكون واعي شوي منعوس. نادور المصران نكون نايمينه 100%. بيوعى وقتها يوعى ممكن يكون متضايق نعم، اكثر شيء بنفخه مع شويه غازات، في حس شويه العيان لو منفخ بطنه في شويه هواء. نعم. هون شطاره الحكيم يلي عم بيعمل النادور، ما لازم تفوتي وتنفخ المريض كثير تحطي هواء وتظهري وتتركيه منفوخ، لا انت وعم تظهري بالنادور بتنفسي قد ما فيك بتسحبي كل الهواء، ساعتها مريضك بيوعى حتى مش حاسس بشيء. نعم. بعد ساعه ساعتين بيرجع حياته الطبيعيه، بيشرب بياكل طبيعي. طيب في سلبيات للنادور؟ في سلبيات يلي قلناه هون، نزيف، الفخت، بيرفوريشن بنسميه، بس هول كمان باقل من 1% من الحالات. نعم. حضرتك دكتور حكيتي عن الفاريز بالمريء، عم يسالوا عن الواتساب، فيك تشرحي لنا اكثر عنه؟ نعم، يلي بيكون عنده سيروز تشمع بالكبد بصير في مشكله، يعني الشرايين يلي رايحه على الكبد تنفخ، وببطل الكبد يشتغل مزبوط ليرجع يوزع هالدم. اوكي. سو طبيعي كل شيء قبل هالكبد ينفخ لانه عم بجمع الدم فيه.
من هالشرايين هن شرايين يلي بيجوا على المريء. وقت بيتضخموا الشرايين بنسميهم فاريس اوزوفاجيان، يعني الفاريسز يلي بالمريء هول ممكن ينزفوا. نعم. هي خطورتهم عند المريض اللي عنده تشمع بالكبد، مشان هيك نصيحه كثير مهمه، كل مريض ببين عنده سيروز او تشمع بالكبد على الصوره الصوتيه او على غير صور ضروري يعمل نادور للمعده. نعم. لانه اذا كان في عنده فاريس وما كنا عارفين بيجي بحاله طارئه نزيف على المستشفى وما بنلحق نعمل له شيء. نعم. لانه اذا في فاريس ساعتها بتقرري ان كانوا فاريس صغار منهم مهمين بتعطي علاج دواء، ان كانوا كبار بتربطيهم. مزبوط. دكتور حتبقي معنا اكيد بالفقره الثانيه وحنحكي اكثر عن موضوع البنج. شكرا. بس خلينا نتوقف مع فاصل، ومشاهدينا بدي ارجع اذكركم فيكم تتواصلوا معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او تتصلوا فينا على الارقام اللي ظاهره قدامكم باسفل الشاشه، وكمان من خلال الرقم اللي عم بتشوفوه من خلال الواتساب. فاصل صغير وبنرجع. يوم ربيعة للبيت أحب أحضر السفرة من أول للآخر. يوم صابتني الحساسية صرت أتجنب وايد مأكولات، صرت للدكتور كانت نصيحته صادقة إنه أستخدم معجون سانسوداين. يوم يون ربيعاتي وأنا ما عندي حساسية أسنان، نستمتع وايد وأكون يعني قدر الإمكان إني أسعدهم. لما بتقدر تنهي حياة إنسان بإيدك تكون وصلت لمحل ما بتقدر ترجع منه لو مهما عملت. ليش خليته يمشي بهالطريق اللي ما له نهايه؟ لما يروح الخوف من قلوبهم اكيد رح يتمردوا. بدي احرق له قلبه على ابنه مثل ما انحرق قلبي على ابنه. اطلعي من هذا الدور لانه مو ظابط عليكي. قاسم لازم يموت، يعني لازم يموت. صار رجال لازم يتحمل مسؤوليته بقى. العراب يوميا الساعة 11:30 المساء على الـ LBC. عيشوا معنا، معنا رمضان. مين صار عنده أحلى تي في؟ واي ماي اتش دي، ماي اتش دي بقدم لك 57 محطة منهم 46 عالية الوضوح، يعني اتش دي مع ريسيفر لمدة سنة. بدك يعني شوف نفس المحطات على شاشة أكبر. يا عيوني. اشترك وشاهد 46 قناة اتش دي مشمولة مع جهاز الاستقبال لمدة سنة على عرب سات. اتصل بماي اتش دي. ماي اتش دي، الفرق واضح. 40,000 ريال مبروك يا امل. الله 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 اكبر الله اكبر الله اكبر. الف مبروك يا ناس، ايش بتسوين فيها؟ بالله والله بتتكلم بجد؟ والله انا مش مصدق والله. يمكن انت تكون الرابح. اربح حتى 10,000 دولار يوميا. أرسل كلمة إكسترا للتأهل اليوم لربح تذكرتي سفر ذهابا وإيابا إلى أي عاصمة في العالم من اختيارك. للاشتراك أرسل كلمة انضم أو جوين أو رجوان لرقم بلدك. كما بإمكانك المشاركة عبر الاتصال على الأرقام التالية. ليالي رمضان ببيروت تقدم لكم أجمل السهرات. أليسار حضور محبب وصوت جميل تملأ أجواءنا حبا وموسيقى. لا يهمك طول عازل ولا تضيع لفتي. المخرج زياد خوري خبرة من 25 عاما، آخر أعماله مع النجم معين الشريف. وتكتمل حلقتنا بحضور الصوت الشبابي بديع. وينك يا قمر الهلال فاطرة.
إضافة إلى عرض أزياء مباشر لعباءات أرتيزانا من توقيع رولا ونادين واكد. تابعونا، كونوا كثر على الموعد واتصلوا بنا لمعايدة محبيكم. الليلة الساعة 10 المساء على الـ LBC عيشوا معنا، معنا رمضان. مشاهدينا رجعنا لنتابع حلقتنا لليوم، فيكم تتواصلوا معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو تتصلوا فينا على الأرقام اللي عم تشوفوها قدامكم بأسفل الشاشة أو حتى كمان من خلال رقم الواتساب. دكتور رنا بدي أرحب فيك من جديد. قبل ما نبدأ موضوعنا عن البنج، في سؤال وصلنا عن الواتساب عم يسألوا عن شو علاجات الكروحات بالمريء. كروحات بالمريء في عنا كذا نوع، في عندك شيء اسمه إيزوفاجيت، يعني من وراء الحرق أو الحموضة يلي عم تطلع على المريء تحرقه. هون بنعطيهم ادويه كانه للمعده، بنعطي كل شيء حميه للمعده بنسميها بالعاميه، يعني كذا نوع ما راح تفوت بالاسامي. وفي عندنا الكروحات اللي هي ناتجه عن الفيروسز او ناتجه عن الفطريات، بيكون علاجها يا دواء للفطريات يا دواء للفيروسز، بنشوف حسب النوع. طيب بنعرف قد ايه دقه موضوع البنج، وعاده اللي بيعمل نضوه بيكون بحاجه لبنج، شو هو اللي بخوف الناس اكثر عاده من البنج؟ كثير عالم بيسألوا على طول معقولة أعمل حساسية على البنج، فيكم تجربوا لي البنج قبل؟ هلا اللي يعملوا حساسية على بنج على عمر، يعني بيجوا لعنا اوريدي عمرهم أكثر الأوقات فوق العشرين سنة، لو بدهم يعملوا كانوا عملوا. كمان على طول بنسألهم عندكم حساسية على البيض، على غير مشتقات الأكل؟ إذا عندهم حساسية بننتبه، ما بنعطي أنواع من البنج. ب 99% ما عندنا مشاكل، منجرب البنج كلا ما منجربه للمريض وقت نشوفه، لانه الدوز اللي بنعطيها بنعطي عيار كثير خفيف. سو اذا بدك تجيب المريض جربي له اياه قبل النادور ما لها معنى، ما هو اوريدي بالنادور عم تعطي كميه خفيفه، بتعطي اياها. اذا لا سمح الله عمل عوارض، ما نحن بالمستشفى دغري بنعطي الادويه والعلاجات وبيمشي الحال، ما في خطر مثل ما بخافوا العالم. لانه لازم يعرفوا البنج بنعطيه بالنادور منه بلج عمليه، هو ممكن خفيف بيكون. مزبوط 100%، برافو، بيكون كتير خفيف وحتى العيار خفيف. وقد ما المريض يعيز نعطي أكتر، يعني على طول نبلش بدوس خفيفة، بعده شوي واعي عم بينمغص شوي منزيدها شوي، بصير تطلع شوي شوي. إذا لا سمح الله عمل انزعاج رح يبين عنا، لأنه ما تنسي المريض بيكون على المونيتور، يعني عم تراقبي قلبه، دقات القلب، عم تراقبي ضغطه، عم تراقبي التنفس، الأكسجين. حي الله خطر دغري بنعمل ساعتها انتوبيشن، يعني بنعطيه تنفس اصطناعي منمشي الحال. يعني فينا نقول بيكون بنج موضع مش بنج عام. حسب للجاستروسكوبي نادور من التم بنعمل بنج موضعي، الكولونوسكوبي لا بنج عام لانه بينام 100% بس كثير خفيف. العيار خفيف بيكون. مزبوط. طيب بيفرق تجاوب المريض مع البنج من شخص للثاني؟ 100%، يعني عندك المرضى يلي بيشربوا كثير كحول او يلي مدخنين. مدخنين يلي بياخذوا قصص ممنوعة، يعني عم نحكي كوكايين ايروين، ما بيشتغل عليهم البنج، بدك تعطيهم كثير ليأثر عليهم. طيب ومين هن الأشخاص اللي البنج بيشكل خطورة عليهم؟ الخطورة أكثر شيء إذا عنده المريض مشاكل بالتنفس، يعني إذا أوريدي الساتوريشن بالدم تبع الأكسجين واطي هون بتخافي أكثر، لأنه المريض ما تنسي عم تعطي دواء عم بينعسه وعم بخفف نفسه لو رح يكون نايم. دونك هون لازم تنتبهي، يعني عم بحكي بي بي سي او عندهم مشاكل مزمنه بالرواية، عندهم مشاكل بالساتوريشن القلب، مشاكل القلب بنشوفهم من رقبهم عندهم ضغط عالي او بالعكس عندهم ضغط واطي، لانه كل دواء بنج عنده مشاكله، في منهم ممكن يزيدوا النبض، في منهم فيهم يوطوا الضغط، لازم تراقبي نعم هالاشخاص. نعم. طب كيف بتتحدد كمية البنج اللي لازم تنعطى للشخص حسب وزنه أو حسب الطول، كيف بتحددوه؟ الوزن أكيد ضروري، ودايما مثل ما قلت لك بنبلش على الخفيف، بننطر المريض لينام، ما نام تعطي أكثر، بتعطي نام ارتاح وفتي بالنادور انمغص بنزيد نعطي أكثر، ما بنطلع على دوز قوية وبنكون مرتاحين، لا حسب تجاوبه للمريض. والعمر له تأثير؟ العمر له تأثير 100%، واكيد الكبار بالعمر ما بنحب نعطيهم كثير. نعم. واللي عندهم تشمع بالكبد ما بنحب نعطيهم كثير، لانه ما تنسي كل الادويه اللي عم نعطيها يا بدها تظهر من الكبد بده يشتغل ويفتتها، يا بدها تظهر من الكلوه. نعم. دونك لازم تنتبهي عند الاشخاص كمان عندهم مشاكل بالكبد او بالكلوه، ما بدي اعطيهم دوز عيار عالي وما يظهر من جسمهم ويبقوا كانهم مبنجين على يومين ثلاثه. ساعتها بتعطي غير انواع ادويه وعلى دوز خفيفه. نعم. معنا اتصال. نعم. دكتور وضحى من الامارات، الو.
السلام عليكم دكتورة. السلام عليك ست واضحة. لو سمحتي المسكن اللي يعطى للأم أثناء الولادة يأثر على الجنين بالنسبة للتنفس هذا؟ يعني اللي يعطونا إياه الطلق الصناعي والأشياء هذه يتأثر على الجنين؟ حسب ستنا، يعني نحن في عنا أدوية بتأثر إن كان بالولادة أو وقت الأم بتكون عم ترضع بيمرق بالحليب، وفي عنا أدوية ما بتأثر، بس أكيد إذا حضرتك كنت بالمستشفى رح يعطوك أدوية ما تأثر. في عنا من النوعين، في دواء محدد عم تحكي عنه؟ هي عم تحكي خلال الولادة الطلق الصناعي، الطلق الصناعي اللي يعطونا الأم عشان يعني تساعد في الظهور البيبي. نعم، يعني الطلق الصناعي لا أبدا ما بيأثر، ما في أي مشكل. اوكي، شكرا دكتوره. اهلا سنه، شكرا لاتصالك واضحة. طيب دكتور، في انواع من البنج بتختلف بحسب اختلاف الحاله؟ كلا لا، النضور عندنا نوعين على طول بنستعملهم، بنغير بس بالعيار، بس هن زيتهم. اوقات بنستعمل بس واحد اذا كنا عم نعمل نضور من التم مش عايزين الثاني، واوقات بنعمل تشكيله من الاثنين. نعم، اثنيتهم كثير خفيف، ما لازم يخافوا المرضى، ما بخافوا، اثنيتهم بنج خفيف. نعم، طيب بحالة التنظير شو هو البنج اللي بيحتاجه المريض وكيف بينعطى؟ يعني إذا قلنا عم نحكي عن تنظير من التم، بتعطيه مثل بالتم بترشي له سبراي، وأكثرية المرضى بيمشي حالهم بالنادور الفوقاني. إذا نادور بالعكس من باب البدن كولونوسكوبي، هون بدك تحطي له مصل، بالمصل بنمرق له الدواء. نعم، يعني بكون اي في انترافينوس. اوكي، معنا اتصال سميح من لبنان. الو. الو، اهلا وسهلا فيك سميح. يعطيك العافيه. الله يعافيك، تفضل. شكرا. بدي اسال الدكتوره، انا بيصير معي كثير غازات وبتضرب لي على الكلاوي لورا، وبعدين بيصير معي وجع كمان تحت المعده، ما بعرف شو هيدي نتيجتها يعني. اهلا استاذ سميح. نعم، اهلا. شكرا شكرا استاذ سميح. انت بس بيصير عندك شو مزبوط؟ بيصير في نفخة، مغص، شو بيصير على المزبوط؟ بيصير عندي مغص، أيوة. نعم. وبس من بعد الأكل بيصير يضرب على القواصي وعلى الكلاوي لورا. نعم، بس بعد الأكل؟ إيه، بعد الأكل، ولما تفوت على التواليت بحس إني بعد بدي أعمل شيء وما في شيء. أوكي، وإذا صار في خروج وظهر ترتاح؟ ايه، بس بضلني حاسس انه في بعد سهل يعني عندي. اوكي، في اسهال او اكتام؟ لا ما في. دم بالخروج لون اسود؟ ايه، في الخروج غامق لونه. قاسي شوي، بس بتظهر معدتك كل يوم؟ ايه كل يوم. نعم، مرتين حتى الصبح وعشيه. عظيم، وشي مره وعيت من ورا هالمغص وعيك الوجع بالليل؟ لا ما وعاني. اوكي، وحضرتك وقتها بتاكل بسرعه او بتشرب مشروبات غازيه معه؟ مشروبات ما بشرب غازيه، ولا باخذ شو اسمه حر، ولا ملح، ولا شيء. ولا بيبسي، ولا ما بدنا نفوت بالاسامي، بس انا ما بتشرب شيء. لا ما بشرب الا نوادر يعني، بس مش مع الاكل. ما بتحكي انت وعم تاكل؟ بتاكل على مهل، على رواق؟ باكل على رواق، بس يمكن ما بنعمل اكل. ممكن ما سمعتك؟ ما بنعمل اكل. نعم. هلا المغص اذا بكل البطن وبس بعد الاكل بدك تنتبه باكلك، يعني بدي اياك تاكل على مهل، تاكل كذا مره بالنهار. نعم. وما تاكل بسرعه قد ما فيك عمل، ما تحكي انت وعم تاكل، اوقات وقتها نحكي بنفوت هواء. وقتها نفوت هواء بتتعبى المعده وبنحس بنفخه، بنحس عم تضرب على الصدر، حتى في ضيق نفسنا، مش بس بضيق على الكلوي. نفس عندي امرار. ايه نعم. نعم. ايه بس دكتوره بدي اقول لك انه في هالوجع اللي بيصير على الخواصر هذا بيصير مثل التمزيق بمزق. هلا لازم نعرف شغلتين استاذ. نعم. يعني في عنا الوجع يلي هو من ورا المصارين المغص يلي بيكون بكل البطن وبيروح. نعم. الوجع وبخف اول ما نفوت على التواليت يعني بتخرج. أيوة. وفي عنا الوجع يلي بيجي من الكلوي ويلي بيجي من ورا بمد لقدام، هون عم نحكي عن غير شيء، بكون بحس بمجرى الكلاوي. لا من قدام لورا، من قدام بصير لورا الوجع. يعني اكثر شيء عم نحكي عندك مغص. قد ايه عمرك استاذ؟ 64. 64، عامل شي مره نادور؟ ايه عامل من شي سنتين. عظيم، شو كان في؟ كان في تقرحات عندي. تقرحات وين؟ بالمعده او بالمصران؟ لا بالمصران. هلا هون عم نحكي عن غير شيء. يعني نحن
هذا اللي عملته من سنتين يعني. ايه بس ما عطوك وقتها ادويه مزمنه؟ بلا، اعطوني ادويه ومشت الحال يعني. بس هذا هلا اللي عم بيصير هذا جديد مش قديم. نعم، هلا اكيد لازم نرجع نشوفك مع نتائج النادور، مع الزرع، مع شو كان فيه، محل ما كان فيها التكرحات. نعم. بس اذا في تكرحات بكل المصران، هون عم نحكي عن التهامات مزمنه للمصران، ضروري يكون في علاج دائم. نعم. اذا عم نحكي كان نادورك فتت اعتبر انا عملت لك نادور هلا وما شفت شيء، شويه احمرار، بقول لك ما في شيء، بعطيك ادويه للمغص. نعم. يعني بكون عم نحكي اكثر المصران الغليظ. ايوه. بحالتك اذا عم تحكي ما اعطوك علاجات مزمنه، انا اكثر بروح على المصران الغليظ، بنصحك تنتبه باكلك، يعني ما تكتر كثير حبوب اذا في مغص، ما تشرب كثير حليب ومشتقاته لانه كمان رح يزعجوك اكثر، رح تنمغص ورح تنفخ. ايوه. واكيد لازم فحص الدم، ما في فقر دم، ما في مشاكل؟ لا ما في الحمد لله. اوكي، لكن حالتك بس تنتبه كيف تاكل. أيوة. وإذا صار في مغص تتجنب الأكل يلي بيزيد المغص يلي قلتهم هلأ من شوي. نعم. وإذا عزنا بعدين نعطيك أدوية للمغص. أيوة. في كذا نوع. طيب مشكورة، بس ما بتخوف حالتك. شكرا شكرا، سلامتك. شكرا لاتصالك سميح وسلامتك كمان. شكرا. دكتور بنرجع لموضوعنا، قد ايه بده وقت ليوعى المريض من البنج إن كان موضعي أو العمومي؟ هلأ اللي عنا نحن مثل ما قلت لك نعطي نوعين. نعم. الواحد منهم بيضلوا تقريباً 8 ساعات بجسم المريض، بس بيكون خفيف ما كتير بأثير. إذا كان عنده تشمع بالكبد بيضلوا 3 أيام. النوع الثاني اللي بنعطيه خاصة وقت عم ندور للمصران كله كتير قصير، يعني الدومي فين بنسميها، بيكون البرودكت نصه بالجسم ونصه ظهر، هيدا نص ساعة على ساعة، ليكون كله ظهر بيظهر بأربع ساعات. يعني ما بده كتير يخاف المريض، لأنه عندك أوقات تجي مدام عم بترضع خايفة انه تعمل بنج، عم تيم بدي ارجع رضع رح يقطع البنج للبيبي. نعم. سو هون بنقلها ما تعتلي هم، تاني نهار رح يكونوا راحوا. سو نعم. اوكي اول نهار ما ترضعي، بعد 24 ساعة بترضعي طبيعي. طبيعي. بكون ظهر كل شيء. كمان معنا اتصال ديمتري من دبي، الو. هاي لين كيفك؟ اهلا وسهلا، تفضل. شو اخبارك؟ كل شيء تمام؟ تمام الحمد لله. ديمتري سليم معك. اهلا وسهلا فيك. بدي احكي الدكتور، بدي اسالها شغلتين. وي بونسوار ديمتري، كيفك؟ بونسوار، كيفك دكتور؟ كل شيء تمام؟ شكرا الله. دكتور انا من شي 5 اشهر عملت نادور ووصف لي الحكيم فيدينيوم، بس ما عم بقدر اتواصل مع حكيمه بقى لانه ما بعرف مضيع رقمه. anyway فطلع الموضوع كثير مهم مشان هيك عم بتصل فيكم. بدي اسالك، الفيدينيوم انا عم باخذه حبتين قبل الاكل، بس مشكله انه منه موجود بالامارات هو، ف قد ايه لازم ضلني اخذه وامتى بوقفه؟ والفيدينيوم بالذات هو شو الدواء لشو بشيل؟ اوكي، هلا انت بالاول ليش عملت النادور؟ شو كان عندك عوارض؟ كان عندي مشكلة بمصران الغليظ وعمل لي نادور وعطيني الدواء. اوكي، عمل لك نادور من التم ومن باب البدن؟ من باب البدن. بس من باب البدن او من التم؟ نعم. كمان؟ نعم. بس من باب بس. نعم نعم. اوكي بس من باب. اوكي، وكان عندك اوجاع، مغص، اسهال، شو كان فيه؟ اوجاع ومصران دائما بيجاني. اوكي، وعلى الفليدينيوم مش الحال 100%؟ ايه كثير منيح. اوكي، هلا الفليدينيوم كل يوم باخذ حبتين قبل الدواء، قبل الاكل باخذ الدواء وماشي الحال. اوكي عظيم، بما انه تحسنت يعني ما في داعي نغير. هلا الفلودينيوم بينعطى اكثر من هيك، يعني حتى فينا نطلع لثلاث او اربع مرات بالنهار. اذا ما عندك بيشتغل زيت الشيء مثل شيء اسمه ليبراكس او بيباكس. هول الادويه فيهم شويه بنزوديازيبين، يعني منهم فريمون مثل الاكزوتانيل او ديانكسيد، بس فيهم شيء بخفف اعصاب المعده والمصارين. نعم. سو وقت المريض يجي لعنا عنده عوارض مصران الغليظ او المعده المتشنجه، بنعطيهم الفلودينيوم او البيباكس او الليبراكس، بيرخي اعصاب الجايه على المصارين وبيرتاح المريض. نعم. ديمتري بتحب؟ منه موجود بدبي، فباخذ بداله ليبراكس، يعني بيعطيني اي زيتا. اذا لقيت ليبراكس او بيباكس فيك تاخده وسينو وقت تجي. سوري بدي صعب عليك السؤال، بامريكا كمان موجود ولا لا؟ بلا موجودين. موجودين؟ نعم. لانه هلا ماشي طلع امريكا، ف
سلامتك سلامتك ميرسي. سلامتك ديمتري، بتمنى انك دائما تتابع حلقاتنا لانه اكيد مش بس اليوم موضوعنا مهم، كل مواضيعنا خلال الحلقات القادمه مهمين. على الانستغرام على الفيسبوك على تويتر وين ما كان بتابعك. شكرا لك ديمتري وميرسي على اتصالك. سلامتك وكمان على سليم اكيد. وصل دكتور. خلينا نرجع لموضوعنا البنج، بتحب تضيفي اي شيء ممكن يعمل اي رده فعل على المريض؟ لا، بس انه المريض ما يعطي الهم كثير البنج، لانه البنج عم نعطيه خفيف. وفينا وقت يجي المريض عم ياخذ بيقول لي لا فضي البلا بنج حتى فينا نمشي معه. موجع نحن وعم نعمل نادور بنغير راينا وبنعطيه شويه بنج. ما يعطي الهم كثير ويكبروها خبريه البنج. نعم، حنتوقف مع فاصل وبنرجع بنتابع معك، بس قبل مشاهدينا رح نتوقف مع تقرير عن اروان للصناعات الدوائيه المجهز بافضل التقنيات اللي بتتميز بكل الجوده والثقه، وبنرجع بنتابع معكم. مرحبا واهلا وسهلا فيكم بمصنع اروان. قسم ضمان الجوده هو قسم منفصل مسؤول عن باقي الاقسام، يعنى بكل المراحل بتاثر على نوعيه المنتج، بكل مراحل تصنيعه وبكل تفاصيله لتقديم الثقه الكافيه بانه المنتج هو ذات نوعيه ملائمه حسب مواصفات المسجله بوزاره الصحه العامه. بيشمل هذا القسم بمصنع أروان مجموعة ترتيبات المنظمة، أو بطريقة أوضح هو كتيب إرشادات بيهدف لضمان الجودة المطلوبة، مما يعني ضمان الجودة للتصنيع الجيد. على شو بيرتكز نظام ضمان الجودة بمصنع أروان؟ بيرتكز أولاً على كل احتياطات أصول التصنيع الجيد، مما يعني مراقبة كل الأقسام المعنية بجودة الدواء، من المخازن لقسم الهندسة للمختبر وصولاً إلى الإنتاج والتصنيع وأخيراً للمستهلك. يرتكز نظام ضمان الجودة بمصنع أروان على مراقبة عمليات الإنتاج ومراقبة الجودة حسب أصول التصنيع الجيد والمعايير المحلية كوزارة الصحة اللبنانية والعالمية المعتمدة USFDA، إيميا وWHO. نحن بمصنع أروان بقسم ضمان الجودة تحديداً نحرص على استخدام المواد الأولية الصحيحة المستوردة من شرك معتمدة، هالشي بينطبق أيضا على مواد التغليف والتعبئة الباكجينج. بهدف الحفاظ على الجودة والعمل بطريقة منتظمة خلال كل عملية تحضير لكل صنف من الأدوية، نحن بأروان نعتمد كتيب إرشاد بيشرح عملية التحضير بحذافيرة، ونحرص على أنه تكون خطوات الإنتاج عم تتطبق بطريقة صحيحة ومثبتة. هذه الكتيبات من واجب قسم ضمان الجودة بمصنع أروان الحفاظ عليها، مراجعتها وتوزيعها على الأقسام، والحرص على تطبيقها حرفياً من ضمن نظام إدارة الجودة أو QMS Quality Management System. وكل المهام المتبعة بشركة أروان مدونة بكتيبات إرشاد مختصة بكل قسم ما يعرف بالSOP، مما يضمن سلامة، نقاء، وجودة الدواء أكيد ورضا المستهلك. ما بيجهز ولا بينباع الدواء بمصنع أروان قبل ما يقوم الصيدلي المسؤول بقسم ضمان الجودة بمراجعة كل مراحل التصنيع بأدق تفاصيلها ومراجعة الفحوصات المخبرية بإعطاء الموافقة على كل طبخة منتجة ومفحوصة قبل ما توصل للمستهلك. من دور هذا القسم أيضا بمصنع أروان برنامج للموظفين الجدد من حيث تعريفهم بالمصنع، تأكد من أداء العمل باحترافية بعد أكيد تلقيهم التدريبات اللازمة والفحوصات الطبية الضرورية، وتدريبهم على الاهتمام بالنظافة الشخصية قبل دخولهم لمراكز الإنتاج. قسم ضمان الجودة بمصنع أروان بيرتكز أيضا على التفتيش الذاتي أو ما يعرف بالإنترنال أوديت، للتأكد من تطبيق نظام الجودة بصورة منتظمة لتقييم فعالية نظام ضمان الجودة وتطبيقه العملي. بيعتمد أيضا على تقييم خارجي دوري لجودة الدواء بهدف التحقق من ثبات عمليات التصنيع ولتأكيد التطور المستمر. باختصار بصب هذا القسم كل الأقسام لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالدواء وجودته، وصوله للمستهلك ومتابعته ما بعد البيع.
بفضل الله ثم بفضل كرمكم قدرت جمعية كيلانا أن تساعد العديد من المرضى، وأن تقدر تساعد في جلسة غسيل الكلى القادمة برسالة واحدة. حواري بوخارست يوميا الساعة 7 المساء على الـ LBC. عيشوا معنا، معنا رمضان. Un héritage enraciné orienté vers le futur. Cedar. نسعد بمتابعتكم لبرامجنا المباشرة على روتانا FM في رمضان. أيام كانت مع أحمد الحامد، الباقي عليك مع فهد الشليل، منال ناصر، محمد الشريف ونور حمود. الوضع الطبيعي، يزيد الراجحي، خالد عبد العزيز، امتنان منصور. بدا يومك مع مها سعود. عيش رمضان معي أنا رفيف دعاس، سارة إبراهيم. تجارب ملهمة مع سليمان الهتلان. روتانا FM. روتانا تواصل تألقها وريادتها في تطوير الترفيه الرقمي في العالم العربي. لن يفوتك لحظة واحدة مع نجومك المحببين وبرامجك المفضلة. مكتبة ضخمة من أقوى الأفلام والأغاني والفيديو كليب، أحدث الأخبار الفنية والشخصية لنجوم الفن والمجتمع، أقوى البرامج الحوارية، متعة متواصلة على مدار الساعة مع راديو روتانا FM في أي وقت من أي مكان. كل ما فاتك تجده على rotana.net، وجهتك الأولى لعالم متكامل من الترفيه. شوف بلا حدود. rotana.net، غير عالمك. مشاهدينا بعدنا مكملين حلقتنا معكم لليوم. إذا كان عندكم أي سؤال فيكم تتواصلوا معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو تتصلوا فينا على الأرقام اللي عم تظهر قدامكم بأسفل الشاشة، وكمان من خلال الواتساب على الرقم اللي كمان عم تشوفوه قدامكم بأسفل الشاشة. دكتور، بهيدي الفقرة حتكون مخصصة للتساؤلات بيطرحها كثير من الناس حول مشاكل المعدة، بس قبل خلينا نشوف شو كان في كتار بيصير معهم عصر هضم لأسباب كثيرة. سألنا الناس نعرف شو رأيهم بهالموضوع مع هيثم المصري. خلينا نشوف هالتقرير ونرجع نكمل حديثنا معك. مازم، أسباب عصر الهضم، شو رأي رأيك؟ أسباب عصر الهضم: الأكل بسرعة، المعدة، في النفسية أول شيء أنا بقول عامل كتير قوي، والاكل تخبيص او شيء هيك بحس. ايه، كثره الاكل، الاكل بوقت متاخر وعقله من شرب الماء. الاكل بسرعه، لما واحد بياكل كثير وبيتقش. شو اسباب عصر الهضم؟ انه الواحد بياكل اكل كثير ثقيل على المعده، لما بدك تاكل ويصير عندك نوع من الخمود، يعني بدك تعزله للاكل، هذا ما بيخليك تهضم الاكل يعني براحته. لا، عصر الهضم أو يمكن الاكل اللي بياكله الواحد. شو اسباب عصر الهضم؟ ما عندي فكره عنه. عصر شو؟ سامعين فيها من اساسها هي. دكتور، شو الاسباب اللي بتؤدي لعصر الهضم وشو هي الطريقه لتجنب هذا الشيء؟ مشاهدينا شاطرين، 90% منهم جواب مزبوط.
عسر الهضم وقتها بتاكلي ان كان بسرعه مثل ما قالوا هيدا سبب، ان كان كنت مشغوله كل النهار عم تركضي بالشغل واكلتي على السريع ومشيتي، كمان ما لازم دغري وقتها تاكلي تعملي مجهود، لو بتتركي معدتك نص ساعه لساعتين بتتبلش تشتغل وتعصر هالاكل، دونك اذا ما تركتي لها وقت رح تحسي بنفخه وما هضمتهم مزبوط. هذا كمان سبب. سبب اذا كنت عم تحكي كثير انت وعم تاكلي كمان تفوتي غازات هواء تنفخي، دونك في كذا سبب. هلا في مدام حكيت عن الاكل مأخر، لا مش كثير مزبوط حكيها، لانه اكل مأخر بياثر اكثر على الرفلو. يعني اكلت مأخر فت نمتي، شو الخطوره؟ تعملي حموضه وتضيعي كل الليل وبلشي تسعلي. نعم هون كنا عم نحكي حموضه. عصر الهضم مش كان في شخص عم بياكل مرق بسرعه، حكي، شرب معهم بيبسي، شرب شو ما كان، راح على شغله، ركض، طبيعي يحس حاله منفوخ، بحس بشويه العيان، بحس كانه الاكل علقان، نفخه، كل هول عوارضه. طيب هي النفخه شو علاجها؟ لانه بتكون او عصر الهضم لانه بتكون هيدي يعني وقتيه. مزبوط. اذا المريض مش كثير مزعوج ما بنعطي علاج، بنعطي نصائح. اوكي. كل عمهل، ما تحكي انت وعم تاكل، خذ وقتك، ما تعمل مجهود بعد الاكل. ما بنعطي ادويه، بس اذا على طول المريض عم بيعلقوا الاكل ويحس حاله بيجي لعندك بيقول لك متضايق قلقانين الاكل مش حاسسهم عم ينزلوا، هون بنعطي علاجات، عندنا كثير علاجات بيعملوا مثل ستيمولاسيون، يعني بخلوا دغري المعده تهضم اسرع وتكبهم على المصران. اوكي. طيب دكتور الديدان بالمعده مشكله كثير بيعانوا منها، خلينا نشرح عنها شوي. نعم، هلا عندنا اكثر من برا عندنا منها لانه حسب نوعيه الاكل. ديدان بيكون مريض بيجي لعنديك عم بحس بالعيان، عم بعمل اسهال، نفخه، شو ما اكل بتلع نفسي، بحس حاله مخضوض، بياكل 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 ما بياخذ وزن، هون دغري بنطلب له زرع خروج. أوكي. لانه دغري بنفكر معقول كثير يكون عنده ديدان. الزرع ب 90% من الحالات ببين اذا عنده دوده، كثير هين علاجها، نعطي دواء بيمشي الحال. نعم. في منهم ممكن يرجعوا يعايدوا بس بيرجع زيت العوارض، يعني بيجي لعندك كمان متضايق، عم بنمغص، في اسهال عم يضله ما عم بتحسن، في شويه مخاط بالاسهال، كمان في عنا قصص تخلينا نعرف انه هيدي دود اكثر. هلا في اوقات قليله بيجوا بغير تابلو، يعني بيجي المريض لعندك العيان العيان العيان، استفراغ متكرر، اول شيء بتفكري تسمم، بقي مع انه عم تعطي كل العلاجات اللازمه، هون بنفوت نادور ناخذ خزعه. أوكي. اوقات الخزعه بتفرجينا في عنده هالدوده، اوقات حتى ما بكون عنده عوارض المريض، بنفوت بنعمل ندور عادي ان كان المعده او المصران، بنشوف دوده طويله بنشيلها، بتكون هو مش منتبه على حاله ما عم تعمل عوارض، بس بيكون عم بياكل عم بياكل وما عم بينصح، لانه الدوده لا تتغذى ولا تكله اكلته وتكبر. يعني الضعف له علاقه بالموضوع؟ كثير اوقات، هلا مش كل ضعيف يعني عنده دوده، بس اذا حدا عم بياكل كان وزنه طبيعي وحس حاله عم بيضعف مع انه عم بياكل كثير ممكن الدوده تكون عم تزعجه. طيب شو الاسباب اللي بتشكل هيدي الدوده؟ في عنا كذا سبب، عنا يلي بياكل ني كثير، من زمان كانوا يقولوا شربوا عرق لانه بيطهر للدود، يعني في عواد هي مش كثير صحيحه، بس انه في الاكل الني، في عنا اوقات بالخضره كمان مش مغسله مزبوط، اكثر شيء الاكل. غير ما في غير سبب، يعني مش هيك على طول بننصح المرضى انتبهوا على شو عم تاكلوا. اللحمه كلوها مستويه مزبوط، حتى السينيات يلي دارجه برا وبلبنان بلشت تصير دارجه مش كثير محبذه. طيب شو هي الفحوصات اللي بتنطلب؟ زرع الخروج هذا اهم شيء، واوقات بنطلب فحص دم لنشوف اذا في انيميا، اذا في فقر دم، لانه كمان فيهم يعملوا فقر دم. نعم، والعلاج بيقتصر على شو؟ على بس دواء؟ دواء كثير هين بيخلص بخمس ايام. يعني مده قليله؟ مده قليله بالعاميه، يعني اوقات تنجبري اذا ما تحسن وما تجاوب تعطي اكثر، بس انه ادويتنا اكثريه الاوقات سمعينا العالم فيها هي مثل الفلاجيل، يعني الميترونيدازول، ان كان هو او مثله بياخذ، بصير حبتين على بكره حبتين عشيه لفتره بيمشي حاله. نعم. طيب كمان في كثير بيعانوا من النفخه. نعم. شو اسباب النفخه؟ نفخه اكثر سبب مثل ما قلنا هي المصران الغليظ. يعني تيبيكال بيجيك المريض ما في اسهال، ما في اكتئاب، ما في مشاكل، بس بينفخ بطنه بعد ما ياكل، بلاحظ حاله اذا كان معصب بينفخ بطنه اكثر، اذا كان في اي سي او تغير بالطقس بينفخ اكثر، اذا اكل حبوب او خضره نيه كمان بينفخ اكثر. حتى ب 30% من الحالات بيكون ما بتشوفي انت انه نافخ بطنه، بس هو بحس حاله ثقيل، حاله منفوخ. دونك دائما بنقول لهم للمرضى ما تعتلوا هم، النفخه ما بتخوف، بتتعالج، بنعطي ادويه ابازدو سيماتيكان نحن بنسميهم، بخلوا هالنفخه تخف تروح،
بس ما يخاف المريض انه النفخه يعني مرض. نفخه لحالها ما شيء، اذا كانت مع غير عوارض لا سمح الله، نزيف، فقدان وزن، حراره، تشد برد، غير شيء. نعم، خلينا ناخذ اتصال. نعم. يوسف من لبنان. الو. الو، اهلا وسهلا فيك يوسف. فينا نحكي مع الدكتورة؟ أكيد، تفضل. أهلا وسهلا أستاذ يوسف. ألو. مرحبا. مرحبا. كيفك؟ تفضل يوسف، عم نسمعك، شو بتحب توجه سؤال؟ مرحبا دكتورة. أهلا وسهلا، نشكر الله. وأنت؟ ألي صار عندي عصر هضم من 10 أيام. نعم. وأخذت علاج. ألو. نعم. أخذت علاج. اخذت سباسفون، واخذت شو اسمه مطهر للمصران، واخذت انتيبوتيك وارتحت. نعم. جئت من يومين اكلت لبن حامض. نعم. واكلت قطعه حلو وعصير. نعم. صار يومين مصراني بوجعني، يعني هلا رجعت عم باخذ الانتيبوتيك وباخذ مطهر للمصران. استاذ يوسف لحظه، في شيء كثير مهم لازم تعرفه والكل المشاهدين يعرفوا، الانتيبيوتيك ما بيسوى ينأخذ هيك بلا وصفه طبيه. عم بيصير عندنا كثير مشاكل، كل العالم عم تاخذ انتيبيوتيك بلا سبب. بتعلي صوتك لانه كان في حراره وكانوا الوايت كانوا فيات ال 16000. اوكي، شكلك عملت مثل حالي التسمم، عطوك انتيبيوتيك هن أكترية الأوقات معروفين شو منعطي ومشي حالك. هلأ صرت منيح، هلأ عم بتعاني من مغص بس بلا حرارة بلا تشد برد. وجع فيش حرارة. هلأ عم باخذ سباسفون وعم باخذ سوبلين. نعم. وأخذت هلأ دواء الالتهاب شو اسمه سيستين. نعم بس استيسينا. ايه لا، ما بدي اياك تاخذ دواء اللي قلته اخر شيء، لانه هيدا انتيبيوتيك بنعطي بس اذا في حراره، اذا اوقات في دم، اوقات تجي تسمم قوي في دم بالخروج. لا فيش دم. نعم، يعني هيدا ما لازم تاخده. حالتك إيه، اذا بس شويه مغص مع نفخه بلا غير عوارض. بس الخروج مش عم بتنظم مزبوط، يعني بفوت اكثر من مره الصبح. نعم، عندنا غير ادويه تنظيم يلي هن انتيبيوتيك خفيف، الريفاكسيمين نورميكس يلي معروف بالعامه. نعم. بنعطي الانتيبيوتيك يعني. نعم، بتوقف الاستسينا اللي قلت عنه. ايه. بنعطي ادويه اكثر بترجلج المصران، وبننصح اللبن اللي اخذته كثير منيح، بس يمكن اخذته كان حامض عم تقول، يعني كان منزوع. اللبن حامض، ايه. بيظهر او العصير او قطعه الحلو مش منيح. نعم، بس هول عم يعملوا لك وجع بالبطن، ما عم نحكي عن اسيد، ما هيك؟ بالمصران عم فيش اسيد، لا فيش. أوكي. ولا اسيد ولا حموضه، يعني من دار الذكرى كل البطن. البطن من تحت الذكرى. اوكي، بالمصران وهي على الشمال اكثر. نعم، بحالتك مثل ما عم بقول لك، هي بيشبه المصران الغليظ، ما بيشبه تسمم او التهاب، مشان هيك ما بتاخذ إيه؟ استسينا، ما بتاخذ هالادويه، بس بتاخذ إيه؟ ادويه للمغص، يعني مثل السباسفون، مثل الادويه اللي قلناها من شوي فلودينيوم، بدك تشتغل على اعصاب المصارين، وبالاكل تنتبه، يعني اللبن كثير منيح، في عندنا البروبيوتيك والبريبيوتيك اللي هن بيرجعوا لبن حلو يعني. نعم؟ لبن حلو. نعم، لبن، لبنه، لبن. مش الحامض. ايه. دونك بننصح بالغذاء تنتبه على اكلك، وتجنب لهالفتره كل الحبوب والخضره النيه. ايه، مش عم باخذ لا حبوب ولا خضره نيه. برافو عليك، بتصير احسن، خذ هالعلاج كفي عليه. ايه، هذا العلاج اللي عم باخذه يعني. مزبوط، بلا استسينا. سوبلين وسباسفون. برجع بقول لك. بتحبي زيد عليهم شيء؟ استاذ يوسف برجع بقول لك، انت الوصف لك حكيمك، الوصف لك كل هالادويه لازم يرجع يشوفك، يعني ما بحب المريض وقت بيرجع بياخذ العلاجات اول ما يحس بانزعاج بفكر مثل حالته القبل، انه لازم يرجع يتابع مع حكيمه 100% يكشف عليه. وانت بتنصحي انه يبتعد عن الحبوب واي شيء؟ 100% انا بنصحه يتوقع. نعم. بالاكل، بس كمان بالادويه
مظبوط عم بياخذ ادويه مظبوطه، بس في ادويه ما لازم تنأخذ مثل كل حاله، يعني اذا هلا جاي على المريض على المستشفى في دم بالخروج في اسهال قوي والكريات البيض عاليين والسي ار بي محلقه بيعطوا انتيبيوتيك، اذا مخدوده شوي معته مصارينه ما بنعطي انتيبيوتيك. طيب دكتور خلينا نرجع لموضوعنا اللي هو النفخه، النظام الغذائي برايك هو الحل الوحيد؟ هو الحل الوحيد اذا كنا عم نحكي مصران غليظ، نعم، يعني تعصيب بنقول لهم جربوا ما تعصبوا، مثل ما قلت لك كلوا على مهل، تجنبوا الاكل الحبوب وكل هالخضره النيئة اذا كنتوا منزعجين، يعني هون النصائح، بس اذا كنا عم نحكي عن مغص مع دم بالخروج مع اسهال، هون صرنا عم نحكي التهابات مزمنه، نعم. هون مش الاكل رح تحسن المريض، هون النضور المتابعه والادويه المزمنه. نعم، طيب وصلنا دكتور قبل ما نكمل السؤال من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لشخص عم بيعاني كان يعاني من كانسر بالكولون وعمل عملية بال 2010 وبعده عم بيشعر بانتفاخ بالمصران. هلا هون السؤال المهم ينسأل شو كان عم بيعاني قبل؟ نعم. يعني أكترية الأشخاص اللي ببين عندهم السرطان بيكون كان عم بيخرج طبيعي قطع فترة تغير الكاليبر، يعني كان يقشعل الخروج بشكل مظبوط صار يعمل اسهال بس صار عنده مثل وجع وبحس كانه عم بيعمل بلوكاج، يعني طلع نفسه علقان الخروج ما عم بيظهر. نعم. او اوقات كثير بنشوف دم بالخروج واكيد بيكون ما عم بيزيد وزنه تعبان. نعم. دونك هون بنفوت بالنادور اكيد بنشخص بنقشع التيومر الورم بنشيله. بعد العمليه ضروري ينصح الجراح المريض ويخبره شو معقول يصير. نعم. السهيل رح يبين خاصة يعني ما بعرف ما قال لك قديش له بالمصران وين كان المرض. سؤال. ما هي بس كل ما تشيلي كل ما تشيلي من المصران شغلته يعمل ريتنشن للمي. سو اذا انت شلتي شقفه كبيره بطل في شقفه عم تسحب المي. سو طبيعي تعمل اسهال. دونك المريض اول ما يعمل الحكيم وقت يعمل عمليه لمريضه بيقول له ممكن تعمل اسهال، ممكن تعمل وجع، ممكن تعمل نفخه. نعم. دونك مشان هيك السؤال الجواب اول شيء بتجاوبيه نفخه منا شيء، بس اذا عمل عوارض تشبه العوارض اللي عملها قبل ما يعملوا له العمليه هون لازم نرجع نعمل له نادور. نعم. لانه كثير اوقات بيكون في ورم باخر المصران وبذات الوقت بعدين ببين غير محل، مشان هيك ضروري اذا كنت عم بتبلشي نادور وصلتي لورم باخر المصران مجبوره توقفي لانه الورم مسكر. نعم. كل شيء، وقت نرجع نعمل عمليه بنرجع نعمل نادور كامل لنتاكد ما في محل ثاني. اوكي. سو نصيحه لهالشخص كمان السؤال يتاكد اذا عملوا له نادور كامل من بعد العمليه، اذا مش عاملين له لازم يعمل نادور. يرجع يعيد النادور. معنا اتصال رامز من دبي، الو. مرحبا. اهلا وسهلا فيك رامز. تحياتي لك وللدكتوره. مرحبا استاذ رامز. السؤال بس الله يخليكي شوي يمكن يكون طويل لانه انا عمري هلا 50. المشكله بلشت تقريبا من 47. المشكله عندي انه ما كان في اي مشكله سابقه. صار عندي غازات بالاول ما كنت اعرفها غازات، كانت عم تدفش على الحجاب الحاجز وتعمل لي عملت لي دوخه. الو؟ نعم. ايه لدرجه الغيبوبه. دخلت مستشفى، على فكره انا بالمجال الطبي، ها دخلت مستشفى عملوا لي، كنت مفكر انه في شيء بالقلب، عملنا للشرايين عملنا ميل عملنا كل هالشغلات ما طلع في شيء. بعد فتره تحولت على طبيب جهاز هضمي. سوري دكتوره بس بدي اعرف حضرتك طبيب جهاز هضمي لان جيت مؤخرا على البرنامج. نعم. اوكي. نعم. عملت طبعا عملت تخطيط راس، عملت كل شيء، تخطيط رئه للاكسجينيشن، كل شيء مختص يعني او كل شيء بالجسم عملته. نعم. لغايه ما تابعت مع دكتور اخصائي جهاز هضمي. نعم. عمل لي منظار، عمل لي كولونوسكوبي وعمل لي اندوسكوبي الاثنين. عظيم. ما طلع عندي شيء، الكلام اللي بتسمعيه على طول اللي هو انه تقرحات بالمعده وشغلات بسيطه. هلا المشكله عندي انا ما كان عندي اي مشكله سابق بغازات على مدى 40 سنة. نعم. كان عندي بس نهار الجمعة إذا أنا معطل بالبيت وأخذت حليب تعمل لي إسهال بسيط. أوكي؟ نعم. صار عندي هالمشكلة هذه اللي هي مشكلة غازات. أخيرا اكتشفوا الأطباء إنه في عندي أنا المشكلة على الحليب ومشتقات الحليب. هذه ظهرت ليتر يعني مؤخرة. نعم. أوكي؟ فأخذت علاجات كثيرة منها النيكسيوم واخذت طبعا ديسبيتالين واخذت عده شغلات. ف بالاخر قالوا لي بدك تاخذ التريبتيزول هذه ممكن تعرفي شغلات نفسيه وكذا تراكمات
فالافضل انك تاخذ كورتيزون. انا بالاول انه كورتيزون حسيت انه الموضوع كويس. انت اخذت كورتيزون ما هيك؟ لا 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 ما اخذت كورتيزون ابدا، ما اخذت كورتيزون. المهم رامز رامز لو سمحت اذا فيك تختصر سؤالك لانه نحن ما معنا كثير وقت. لا بدي اقول لك اياه، بس بدي اسالك اياه انا شغلي انه بعد التريبتيزول اخذت التريبتيزول لفتره 6 شهور، بالفتره أوكي. كان نزل وزني من 90 كيلو لغايه 63. نعم. بعد فتره التريبتيزول ارتحت شوي على التريبتيزول. نعم. ولكن اخر شيء حسيت التريبتيزول صار مثل قلته ما عم بفيد. نعم. بس لغايه هلا اخر شيء حتى طبيب الباطنيه قال لي جرب البروبايوتيك، عم باخذ البروبايوتيك ما عم يعمل شيء. عندي مشكله انه شو ما اكلت شو ما اكلت شو ما اكلت الغازات تحتني لغايه ساعتين، بين ساعه وساعتين سوري عم بتدشها 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 وما بتوقفن. اكلت فواكه بتدشن، اكلت خضره بتدشن، شو ما اكلت بتدشن. طيب رامز شو السؤال؟ شو السؤال؟ السؤال هو سؤال هو شو نعم. في حل هالغازات بعد ما اني جربت جميع انواع الادويه، شو في حل هالغازات بالرغم اني عم بحاول كثير انتبه للاكل، كثير انتبه لنوعيه الاكل. نعم شو شكرا. في حل ثاني غير الميديكال؟ شكرا لاتصالك رامز. اكيد الدكتور حجي وباك، بس قبل دكتور خلينا نعرف شو هي اسباب الغازات قبل ما نعرف الحل ونجيبه لرامز. اكثر هي الغازات ما كثير بتعطي الهم بس بتزعج كثير، ومثل ما قال اوقات بفكروها من القلب، بيجي منفوخ البطن كله معبى ونافخ مثل النفخه اللي شوي حكينا عنها، بتضغط على الصدر وبتضايق المريض، بفكره اوقات عم بيعمل جرحه. دونك الغازات كثير بتزعج بس هي منا شيء طبيا لنحكي، يعني بكون مصرانك وقت نحكي غازات، نافخ محل ما يكون بحجمه الطبيعي بينفخ بعبي هواء، بصير هالمصران ليظهر هالهواء بيعمل مغص، دونك هون بحس بالغازات المريض، انه في شيء عم بيتحرك، حتى اذا بتفحصيه بتسمعي قرقره. اوكي. سو ها هي الغازات، من شو بتجي؟ مثل ما قال لك يلي عندهم لاكتوز انتوليرانس، يعني ما بيتقبلوا كل الحليب ومشتقاته، دغري بيعملوا غازات، دغري بيعملوا نفخه، وفي بيعملوا اسهال كمان. طب شو الحل؟ الحل يتجنبوا المشتقات الحليب. هلا حضرته المسيو عم بيقول تجنبهم وبعده منزعج، هون بننصحه مثل ما نصحنا من شوي، ياكل على مهل، يتجنب الستريس. هلا استغرب ليه ل 40 سنه كان كثير منيح وهلا انزعج؟ ما حدا في يعرف امتين بتبين ان كان المصران الغليظ او الغازات المزعجه، لانه اوقات بتسافري سفره واحده بتلقطي جرثومه صغيره بتعملي كانه جاسترو انتريت، يعني كانه تسمم بالاكل، من بعدها بخربت كل مصرانك للسنين الجايه كلها من بعدها. نعم. سو شو بتعمله؟ بتعطي دواء بيرجلج المصران، بيرجع بحسن الفلورا يعني البكتيريا الطبيعيه الموجوده بالمصران، بيردها وبحسنها وبنميها، ومنه بننصحهم بالبروبيوتكس مثل عم بياخذوا المسيو، وبتقولي له انتبه. هلا شو في حل بالعامه؟ هن الادويه، لانه الغازات مثل ما عم بقول لك مصدرها اكل المريض عصب ما رجلج مصرانه مزبوط. الدواء اللي اخذه كمان منيح، ونعطي مثل الادويه اللي حكينا عنه من شوي، بيكون دواء مع نظام غذائي 100% بتعطي ادويه تاخر هالمصران لما ينفخ كثير ويعمل غازات ويزعج المريض. نعم. دكتور انا حداد انا بتشكر حضورك معنا لليوم، اهلا فيك كمان على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، واكيد ان شاء الله بنشوفك بحلقات قادمه ان شاء الله. مشاهدينا بعد الفاصل رح تنضم لنا اخصائيه التغذيه ماجدالينا روميه يمين، فاصل وبنرجع انطرونا. Thank you. قسما بالله، قسما بالله، هجيب لك البنت على الارض.
اطلع برا. عايز اتجوز يوميا الساعة 12:30 بعد منتصف الليل على ال بي سي. عيشوا معنا معنا رمضان. مين صار عنده احلى تي في؟ واي ماي اتش دي، ماي اتش دي بقدم لك 57 محطة منهم 46 عالية الوضوح، يعني اتش دي مع ريسيفر لمدة سنة. بدك تاني شوف نفس المحطات على شاشة أكبر؟ يا عيوني. اشترك وشاهد 46 قناة اتش دي مشمولة مع جهاز الاستقبال لمدة سنة على عرب سات. اتصل بماي اتش دي. ماي اتش دي، الفرق واضح. طول عمرك اوفر. عايز كوك اوفر ووطي. لما بعمل حسابوتي بحس اني قاعده مع واحده صاحبتي. وانت تشتغل وانت تسوي ما تشوفي بعض. ايايا كلام فظيع. يوميات زوجة مفروسة قوي يوميا الساعة 8 المساء على ال بي سي. عيشوا معنا معنا رمضان. مشاهدينا وصلنا للفقرة الرابعة من حلقتنا، إذا كان عندكم أي سؤال فيكم تتصلوا فينا على الأرقام الظاهرة قدامكم بأسفل الشاشة أو تتواصلوا معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال رقم الواتساب اللي كمان عم بتشوفوه قدامكم. أنا بدي رحب بأخصائية التغذية ماجدالينا رومية يمين. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. رمضان كريم. مرسي لك كمان لجميع المشاهدين. ماجدالينا دائما بنحكي عن أهمية النظام الغذائي الصحي، شو أهميته بالنسبة للمعدة؟ النظام الغذائي بيلعب دور كتير مهم بالوقاية من الأمراض، وعم نحكي بالمعدة والمسالين كمان بيلعب دور كتير مهم. قدي لأنه في عالم بتعاني من مشكلة نفخة، من مشاكل حرقة، مشاكل عسر هضم، مشاكل ريفلكس، كل هالشي فينا نحل. التغذية بتلعب دور كتير كبير كوقاية تما يصير عنا هالمشاكل اللي منحسها، وخاصة النفخة يلي هي يعني تقريبا تلت العالم بيعانوا من مشاكل، على القليلة تلت العالم. نعم. من مشكله مثلا الغليظ كمان. طيب شو هي المأكولات اللي ممكن تسبب ضرر للمعده؟ هلا اذا بدي احكي تنبلش بموضوع المصران وموضوع النفخه وموضوع المصران الغليظ. نعم. نحكي انه كثره الخضره والفواكه والحبوب وحتى الحليب بعد من الاشخاص اللي ما عندهم اذا بدك ما بيقدروا يهضموا الحليب بتسبب له النفخه. هلا حب اليوم ركز على شو انواع الخضره والحبوب يلي بتعمل نفخه بزياده. اوكي. يعني هون اذا بدي بلش بالخضره النيه جايبه معي كوكتيل فواكه شوي. هون في القرنبيط. أوكي. القرنبيط والملفوف من وين الخضره يلي زياده. نعم. يعني بتعمل نفخه بزياده. ملفوف كثير. والقرنبيط كثير والبروكولي حتى والفجل والفليفله لبعض من الاشخاص. هلا موضوع مثلا الغليظ كثير اذا بدك شخصي، يعني يمكن مثلا انا مضايقني الفليفله انت لإلك ما تضايقك لإلك. نعم. بس انه الاكثريه بتضايقون هيدي الماكولات، هيدي الخضار. نعم. بالذات حتى ماجدالينا اذا كان الملفوف مطبوخ مسلوق او القرنبيط كل شيء مطبوخ او مسلوق بتخف من حديه النفخه، بس بضل يعني عم يزعج وطريقه هضمه بتكون. نعم. اسال. هلا كمان البصل والثوم الني. هلا بتعرفي ما في طبخه ما بنحط فيها يا بصل يا ثوم يا الاثنين سوا. هلا البصل والثوم الني كثير بيعمل نفخه اذا كان بالطبخ اقل بكثير، يعني مش هيك بنقول دائما وقت الشغله تنطبخ بتصير شوي اقل. والحبوب بالدرجه الاولى كمان فيها نسبه فايبر كثير عاليه، وهي من اكثر الماكولات الغاز فورمينج اللي بتسبب الغازات والنفخه، بدنا ننتبه عليهم للاشخاص اللي عندهم نفخه كبيره بمصراعهم. نعم. هلا مش عم نقول انه واحد يمتنع عنهم، بس لانه من اكثر المأكولات اللي بتسبب النفخه فينا نحن نخففهم او ناكلهم بكميه اقل من وقت للتاني ومش دائما. نعم. تمن دقائق مصراننا لنريحه كمان. وفي اشخاص مثل ما قلت الحليب، يعني حليب الطبيعي او اي حليب البقر ممكن يسبب لهم نفخه كمان كبيره، لازم واحد ينتبه يصير يجرب اذا يعني يوقف الحليب اذا ارتاح، يعني عنده كان لاكتوز انتولرنس او. نعم.
عنده مشكله بهضم الحلق. طيب هول اللي حكينا عنهم هول من الاكلات اللي بتسبب النفخه، اذا نحكي نحن على القصص الثانيه اللي بتساعد او بتخلينا نتجنب نعانة او بتعالج النفخه، شو بس حابه اكمل بشغله انه السبايسز او كثره البهارات القويه وكمان عدم انتظام الاكل، يعني اذا انت بتقفي وجبات هذا سبب لحاله يعمل نفخه، صح. من هيك لازم ننتبه انه ناكل كل ساعتين ثلاثه للاشخاص اللي عندهم هيدي المشكله. فينا نستبدل الحليب بحليب مثلا اللوز او حليب الصويا، هيدا بديل مثالي للاشخاص اللي عندهم اللاكتوز انتولرنس او مشكله بهضم اللاكتوز. هلا اللبن هو كمان من احسن المأكولات اللي بتريح لنا بصراننا خاصه، واللبن كمان فيه بروبايوتيك، يعني كمان البكتيريا الجيده للمصران تتخفف لنا النفخه. بدي احكي كمان شوي مأكولات كمان مفيده جدا، في بذر الكتان. بذر الكتان بيدخل بكل شيء، بكل بكل شغله من هون، لانه المصدر الاعلى للاوميجا 3، يعني لازم نطحنه بهيدي الطريقه، مطحنه البن، وناخذ كل يوم من ملعقه لملعقتين بالنهار. كمان الفايبر كثير اساسي وضروري كمان ليتحرك هالترانزيت بالبصران، وما نسبب مشاكل ببصراننا وبمعدتنا. هلا كمان هيدا مثل بلاند، فينا الكمومية كثير بتريح، وبتعرفي الستريس هو له بيلعب دور كمان كبير لانه تعملي اذا بدك مشاكل بالمعده، مسارين مشاكل اوقات عصر هضم، رفلو زياده. الكمومي من احسن الاشياء كمان المشروبات اللي ناخذها قبل ما ننام، خاصه. وفينا نزيد لها كمان جينجر، واذا كمان الصبح، لانه بتعرفي الجينجر بيعلي حراره الجسم وبيعطيك انرجي. صحيح. الموز من اكثر الفواكه يلي كمان بتريح المسران، وكمان في خبريه حلوه انه الموز فيها ماده مثل الماده الموجوده بالدواء يلي بتغلي في المعده اذا عندك اسيدتي زياده. يعني الموز من احسن الفواكه ناخذها اذا عندنا مشكله اسيدتي زياده بالمعده. نعم، تعمل حماية للمعدة، يعني تعمل حماية للمعدة. حنرجع نتابع نحكي عنه، بس خلينا ناخذ اتصال. هلا من لبنان، الو. انقطع الاتصال، تفضلي كملي. حابة احكي كمان عن نوع بلاند فينا نعمله بالبيت، نور ام العصير، بنسميه نور ريلاكسيشن بلاند. فيه خس، فيه تفاح، فيه اناناس، فيه نعنع وعصير حامض. هيدا نوع من البلاند كمان بيريح اذا بدك الجهاز الهضمي، شخص قبل ما ينام كبير، وريلاكسيشن بذات الوقت بيرخي. وهون كمان فيه كاروتس، فيه جزر، وفيه باين ابل او اناناس، وجريبس او عنب وجينجر كمان يلي كثير منيح ندخله قد ما فينا بكل اكلنا. نعم. لانه عنده فعلا دور كثير مهم. مجدلينا المكسرات يمكن قد ما حكينا عنهم ما بننتهي من فوائدهم، كمان بيساعدوا فايبرز والبروتين. نعم. اللي فيهم والاوميجا 3 يلي موجود جواتهم فعلا كثير مفيدين، والمغنيسيوم، يعني كل هول العناصر مهمه ناخذها كل يوم على القليله كبشه صغيره. نعم. مع اللبن تبعولنا ومع بذر الكتان. نعم. يعني هول وصفه يوميه بتريح لنا جسمنا، بتقوي لنا مناعتنا، وبذات الوقت بتكون عم بتعطينا طاقه. كمان مجدلينا قد ايه مهم انه الشخص هو عم ياكل يمضغ الاكل كمان بطريقه قبل ما يبلعه حتى يخلي معدته مرتاحه. كثير مهمه، لانه اذا ما بتمضغي بتعملي، في ناس بياكلوا بسرعه، في ناس بياكلوا بسرعه، وخاصه لان عندهم مشاكل اكل عاطفي، يعني او اللي بيقعدوا ساعات طويله بلا اكل وفجاه بياكلوا، بيعملوا شيء اسمه امبالسيف ايتينج، يعني بياكلوا بسرعه كميات كبيره من الاكل، بيسببوا عصر هضم، بيزيد الريفلو عندهم. وبتعرفي عمليه الهضم بتبلش من المضغ، بتبلش لانه في انزيم اسمها الاميلاز بتبلش من هونيك باش تتفتتي هالاكل، يعني هون عم تعملي تقل اكثر على معدتك، عم تعملي نفخه زياده، وعم تعملي اسيدتي زياده وقت ما تكوني عم تمضغي. طيب شو ضرر الدهون والاكل الدسم على المعده؟ الدهون عاده وخاصه اذا عم نحكي كل شيء مقلي، يعني ترانس فاتي اسيد والدهون المشبعه، كترتها كمان بتعمل تقل على المعده وبتزيد، يعني المقلي والمأكولات الدسمة بتزيد الرفلو، وكثرة السكر بتزيد الرفلو. يعني للأشخاص عندهم مشكلة بالمعدة هو لازم ينتبهوا هالشغلتين ما كتير يكلون، وخاصة المقالي، ولأنه عملية الهضم تاخد وقت طويل
اكثر وقت انت تكوني عم تاكلي ماكولات غنيه كثير بالدسم، كمان هون عم تتعبي جهازك الهضمي اكثر، وخاصه على شيء واحد لازم ينتبه ما ياكل هالماكولات اللي كثير غنيه بالدهون. هلا بتقطع اوقات اذا الظهر يمكن من وقت لوقت مرقنا شيء، يمكن اوقات بيكون دسم او اضطرينا ناكله، بس افضل ما يكون على العشاء، لما نعمل مشكله ريفليو عشيه، وهذا الشيء حتى بياثر على كاليتي نومنا، يعني على نوعيه نومنا. فينا نوعى بالليل نكون متضايقين، نكون يمكن مثل ما قالت الدكتور قبل انه بصير عندنا مشكله ريفليو اكثر، يعني هون لازم ننتبه على شو ناكل خاصه قبل النوم. والافضل واحد ياكل ساعتين لثلاث ساعات قبل النوم، وافضل تكون وجبه خفيفه. في كثير ناس بيقولوا انه لازم نحن دائما نقوم عن طاوله الاكل شبعانين، انت مع انت مش يعني لازم نكون مش شبعانين، انت مع هالنظريه؟ احسن طريقه لتحافظي يعني على جهاز هضمي سليم تاكلي وجبات صغيره ومتعدده، يعني ما تكوني عم تتخزقي وعم تاكلي زياده، هون عم تعملي مشكله بمعدتك، وبالعكس هذا الشيء سلبي للمعده وقت تاكلي كميات كثير كبيره، افضل كميات صغيره المتعدده خلال النهار، يعني اكيد هالنظريه مضبوطه. معنا اتصال سوسن من لبنان، الو؟ الو مرحبا. مرحبتين، اهلا وسهلا فيكي سوسن. اول شيء لين نحن اشتقنا لك كثير. ميرسي كلك. ونورتي الشاشه وانا كثير انبسطت لما شفت صورتك الحلوه. شكرا لك سوسن. وشكرا على البرنامج. ثاني شيء بدي اسالها قد ايه لازم الوقت اذا بدي اكل انا بطاطا مقليه، لازم قد ايه يكون الوقت بين الاكل البطاطا مقليه وبين اني انام؟ وهل انه البطاطا مقليه انه كثير فيها كالوري انه بتنصح كثير، وقد ايه الكميه لازم اخذها؟ واذا بتنصحني اكل باذنجان مقلي بس لاني بحبها كثير، وشكرا كثير لك. شكرا لك سوسن. بتعرفي سوسن كلنا بنحب البطاطا، بس هلا في طريقه انه تقدري تعمليها كانها مقليه بس مش مقليه، تستعملي فيها زيت قليل او تقدري تشويها بالفرن، يعني انا بفضل هيدا الشيء الانسب. هلا اذا بدك تاكل بطاطا مقليه بتحلى او شقد فيها كالوريز، كل 10 حبات بطاطا مقليه بتعادل حصه من النشويات مع حصه من الدهون، عم نحكي بحوالي 130 وحده حراريه، 10 قطع صغار يعني كتير. يعني واكيد ما رح تاكل 10 اذا اكلت اكثر، هون عم تكون عم بتدخل كثير سعرات حراريه لها. وافضل دائما ساعتين لثلاثة قبل النوم واحد يكون عم بياكل، بس انا بفضل المقالي ما تكون عشية، إذا بدها تاخذها تاخذها الظهر خلال النهار قبل ما تنام بفترة طويلة، بس كمان كمية قليلة، يعني كل شيء بتعرفي باعتدال ما بيأذي كثير. مزبوط صحيح. طيب وصلنا سؤال من خلال موقع التواصل الاجتماعي لشخص عم يسأل إنه هل الجنجر أو الزنجبيل بينزل الوزن؟ هو الجنجر عنده ايفكت انه يعلي شوي قدره جسمه على حرق الطاقه، بس مش انه هو بيضعف، لا، بس هو كثير مفيد لكل شيء، حتى مفيد للناس اللي عندهم مشكله كثير كثير كثير، فوائده عاليه طاقه وانرجي، وحتى للناس اللي عندهم مشكله العيان بتساعدهم. بس انه يضعف هو كيضعف لا، بس انه بيساعد يعني اندايركتلي انه يعلي الميتابوليزم. طيب ماجدالينا شو نصيحتك الاخيره بشكل سريع؟ النصيحه انه لاي شخص بيعاني من مشاكل بالجهاز الهضمي يركز انه ما تو نوت سكيب ميلز، يعني ما تقفوا ولا وجبه، تاكلوا وجبات صغيره ومتعدده، وتنتبهوا للاشخاص عندهم الصرم الغليظ على الماكولات اللي حكينا عنها. شكرا لك ماجدالينا، شكرا كمان على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. شكرا لك. مشاهدينا خليكم معنا، بعد الفاصل رح ينضم لنا المدرب رياضي طلال فرغلي، فاصل وبنرجع نتورونا. السلبيات يجب نصلحها. والله العوده مش قويه. انا لو خسرت ما تبقاش خسارتي خساره فادحه. كنت المفروض تتاسف لنوراه. قال لي ادخلوا البيوت من ابوابها. اتعلمت منه حاجات كتير. جه لغايه احمد زكي وكان رده ردا تاما. يعني صعبه العوده. عديها يا استاذ علينا كده. احنا في وقت غير الاول. اللي بيسوقها سياسات. السن اختلف، الوسط الفني اختلف. انا ما كنتش افهم وقتها. هم وانا يوميا الساعة 2 الصبح برمضان على الـ LBC. عيشوا معنا رمضان. لما
تقدر تنهي حياة إنسان بإيدك، تكون وصلت لمحل ما بتقدر ترجع منه لو مهما عملت. ليش خليته يمشي بهالطريق اللي ما له نهاية؟ لما يروح الخوف من قلوبهم أكيد رح يتمردوا. بدي أحرق له قلبه على ابنه مثل ما انحرق قلبي على ابنه. اطلعي من هذا الدور لأنه مو ظابط عليكي. قاسم لازم يموت، يعني لازم يموت. صار رجال لازم يتحمل مسؤوليته بقى. العراب يوميا الساعة 11:30 المساء على الـ LBC. عيشوا معنا، معنا رمضان. صندوق الدنيا مع مونيا في رمضان. صندوق الدنيا يوميا الساعة 1 الصبح على الـ LBC. عيشوا معنا، معنا رمضان. للاشتراك في البرنامج ارسل حرف ميم او ام على الارقام الظاهرة على الشاشة. مشاهدينا وصلنا للفقرة الأخيرة من حلقتنا لليوم. إذا كان عندكم أي سؤال فيكم تتواصلوا معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو تتصلوا فينا على الأرقام اللي ظاهرة قدامكم بأسفل الشاشة أو من خلال الواتساب كمان على الرقم اللي عم بتشوفوه قدامكم. أنا بدي استقبل مدرب الرياضي طلال فرغ. أهلا وسهلا فيك طلال، ورمضان كريم علينا وعليك إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. طلال، حكينا خلال الحلقة عن مشاكل بتصير بالمعدة، إن كان من غازات ولا من نفخة ولا من كتير أمور. بس مثل ما بنعرف كمان طلال انه في كتير حركات العالم كمان بتقوم فيها لشد المعدة. نعم. فشو محضرنا اليوم انت من حركات وانت عم تقوم فيهم اذا بدك؟ الحركات اللي اليوم رح نعملهم هو حيكون فتنس سيركت بيساعد يحرق الدهون بمنطقة المعدة. نعم. بس مش حركات تحديدا للمعدة، بس هيدا الشيء بيخلي اذا حدا عنده دهون فوق المعدة بيساعده انه يحرقهم. طيب مفروض هيك انواع رياضه نمارسها بعد الاكل او قبل الاكل؟ مفضل بعد الاكل، بس مش دغري، يكون في على القليل ساعه ونص بيناتهم. بقد ايه وقت؟ يعني يكون في شي ساعه ونص من بعد الاكل، ساعه ونص لساعتين، ساعتها بنتمرن. نعم، تفضل طلال نشوف شو محضرنا الحركات اليوم. اليوم رح نعمل سيركوي بيتضمن تشغيل للجسم كله. في كثير قصص اليوم. اكيد، في حوالي 9 حركات. نعم. بنحرق فيهم دهون وبنشد عضلات المعده كلها. اول شيء حنبلش بتمرين الحبل. في كثير عالم ما بيعملوا هيدا التمرين، يلي ما بيعرف يستعمل حبل او ما عنده لازم يجيب، عشان هيدي من احسن الحركات والتمارين للشخص يقدر يحرق. هي كانت لعبتنا نحن وصغار المفضله 100%، ولازم تضل حتى على كبر اللعبه المفضله. سو هلا بالبيت مفضل يعملوا هيدا السيركوي، يعملوا اول حركه حوالي دقيقه. نعم. من بعدها حنعمل حركه اسمها بيربيز. اول شيء رح اعملها بالشكل الطبيعي ومثل ما لازم هي تنعمل. ننزل على الارض، بنمد اجرينا، بنعمل بوش اب، بننط وبنوقف. للاشخاص يلي ما فيهم يعملوها بهيدي الطريقه، نعم، لازم ينزلوا على ركبهم شوي شوي، بكفوا بايديهم، نعمل بوش اب، نرجع نوقف وبننط. نعم. رح ارجع اعملها بعد مره. بس صعبة هالحركة ثلاث. أكيد، للأشخاص برجع بعيد كمان، للأشخاص يلي ما فيهم يعملوا بهالطريقة، ينزلوا شوي شوي على ركبتهم، إيديهم على الأرض، بيعملوا بوش أب، بيرجع بقوموا. كل شخص يبلش فيها شوي شوي، مع الوقت بصير يقدر يعملها طريقة أصعب وأصعب. بنخلص هون، حنجي على الستابس. أهم شيء نضلنا عم نتنفس مزبوط نحن عم نعمل. الشخص يلي بالبيت او بالجيم بدي اطلب منه يعمل كل حركه من هون كل مره باجر شمال، وباجر اليمين تعتبر مره، بده يعمل 30 مره. نعم. منخلص هون. طب ترى شو اسباب لتكدس الدهون على المعده؟ هل هي قله رياضه او الاكل؟ في قله رياضه، والاكل هو اكثر شيء، وقله الحركه، فلازم الشخص يتمرن وينتبه لاكله. يعني بتكون الرياضه هي الحل اذا أكيد. كمان انتبه على الاكل. اكيد. هون كمان رح نعمل هلا سكوات بريس، رح نعتبر
معنا دامبلز بايدينا رح ننزل لتحت وبايدينا لفوق. اهم شيء نفوت هواء نحن ونازلين ونطلع نحن وطالعين. كل حركة بقى نعملها 15 مرة، اوكي؟ من بعدها. بس هول كل الحركات للمعدة. هول بيحرقوا الدهون بكل الجسم. نعم. ومنهم أكيد بالمعدة. نعم. اوكي؟ من بعدها حنعمل جامبينج جاكس. وهول الحركات كلهم ما عايزين إكويبمنت كثير لإلهم. سو فينا نشتغلهم نحن وبالبيت. طلال، في كثير ناس بيقولوا هنا عم يعملوا سبور اذا ما عرقوا. هذا الشيء مش صحي يعني، قد ايه انت مع النظريه؟ طبيعي انه لازم الشخص حتى يكون عم يستفيد الماكسيموم لازم يعطي مجهود كبير، وطبيعي لما بده يعمل مجهود كبير بده يعرق وبده يضعف. يعني لازم يعرق الشخص وهو عم يعمل يعني سبور. اكيد لما يعمل خصوصا كارديو، تمارين كارديو او حتى بالويت تريننج، طبيعي لما بده يكون بده يحرق بده يتمرن بسرعة كبيرة ويحرق بطريقة قوية، طبيعي هذا الشيء بده يخليه انه يعرق. يعني إذا ما عرق ما كأنه استفاد أو ما كأنه عمل أكيد بيستفيد، بس بيكون فيه يستفيد بطريقة أكبر. أوكي. من بعد الجامبينج جاكس نحن هون بننزل بنطلع بنخلي جرينا شوي مطعوجين، هيدي الحركة بتشغل ترايسبس. هول الحركات كلهم اللي عملناهم لازم نعملهم كلهم ورا بعض، منريح بيناتهم حوالي 15 ثانية وكل وحدة نعملها 15 مرة. قبل بعد باقي حركتين نرجع بنبرم ايدينا على الستابس. نحن وهون سوري حنشيل المات هلا، حنعمل حركة اسمها ماونتن كلايم. منفوت بركبة لجوا منرجع ومنفوت بالتاني، شوي شوي منبلش نعملها سرعة اكبر. هي كل التمارين قد ايه بدها وقت كل يوم بالنهار؟ هيدي في الشخص يعملها لا اقل بكثير. اقل. دائما لما الشخص بده يعمل تمرين فتنس بيكون تقريبا بحدود ال 25 دقيقة لنص ساعة، وبيقدر من بعده اكيد يرجع يعمل تمرين ويتس او شيء ثاني او كارديو. نعم. يروح يمشي او يركض. طب طلال، في كثير اشخاص كمان بيحبوا يقوموا برياضة خلال الصبح، انت بتفضل الصبح او بالليل؟ بالاخر بترجع لكل شخص هو امتى قادر يعمل. للعالم يلي بيهمهم يعملوا كارديو، اذا فيهم يعملوا عريق الصبح هيدا الشيء بيكون مفضل اكثر، بيخلوهم يحرقوا حوالي 15% زياده عن اللي بيحرقوه عاده. نعم. بس لتمرين الويتس مفضل يكونوا اكلين قبل ما يتمرن. يعني هذا عم بحكي ممكن واحد ياخذ مثلا موزه او حبه تمره لحتى تمده بالطاقه قبل ما يعمل سبور. نعم، بس مفضل يكون اكل وجبه قبل ما يعمل ويتس. نعم. بس اذا بده يعمل كارديو الصبح حتى بيقدر بس يشرب فنجان قهوه او ما ياكل شيء ابدا، بس ما يفوت سكر ويعمل. نعم. هيدا الشيء بيساعده يحرق اكثر ما بيحرق بالوقت الطبيعي. طلال، في شي حركه بعد او نصيحه؟ اخر حركه اللي هي للمعده. نحن هون على الارض حنعمل بايسيكل كرانشز. كمان بذكر كل حركه 15 مره. من بعد ما نخلصهم كلهم منريح 3 دقائق، نرجع منعيدهم، نرجع منريح 3 دقائق، نرجع منعيدهم، والمرة الجاية أكيد نرجع نعمل سيركوي جديد. يعطيك العافية طلال، وبتشكر حضورك كمان. وأنا بتشكرك، وبحب أطلب يلي بهمه في يعمل لي فولو على البيج إنستغرام أو فيسبوك على Stay Fit and Natural. شكرا لك طلال، ان شاء الله اكيد بنشوفك بحلقات ان شاء الله. مشاهدينا لهون بتكون انتهت حلقتنا، انا بدي اتشكر تلفلورا ولا جاليريا على السيت والديكور، اما لهلا بتكون انتهت حلقتنا. بتتابعونا بكره بحلقه جديده وموضوع جديد. باي.